الرحمن الرحيم، أبناء الطلبة والطالبات. النهاردة هنحاول بإذن الله نكمل مادتنا، مادة تطبيقات مناهج البحث العلمي في المعاملات المالية لطلاب المستوى الرابع الفصل دراسي تاني. سبق وكنا تناولنا مع بعض في المحاضرة الأولى، وكانت المحاضرة الأولى بتتناول، أنا بحاول إن أنا أفكركم بيها، بس أنا يمكن ما حاولتش أعمل لها سلايد لأن سبق وشرحتها معاكم في المدرج لو تفتكروا في آخر جمعة قبل الوقف اللي حصل. في الحقيقة المحاضرة الأولى كانت بتتناول الإطار العام لمناهج البحث العلمي، وحددنا فيه 4 نقاط أساسية. النقطة الأولى حاولنا نتكلم عن مفهوم البحث العلمي، النقطة الثانية كانت بتتمثل في عناصر البحث العلمي، والنقطة الثالثة كانت أنواع البحوث العلمية، والنقطة الرابعة أهم المفاهيم الشائعة في مجال البحث العلمي. طيب نفتكر مع بعض، وكنا بنقول إن مفهوم البحث العلمي، كلمة البحث العلمي معناها فن التقصي عن الحقيقة بأسلوب علمي في فرع من فروع المعرفة لتغيير حالة اللامعرفة إلى حالة المعرفة، وشرحنا الكلام ده كويس جدا. طيب لو انتقلنا للنقطة الثانية اللي كنا بنتناول فيها العناصر الأساسية للبحث العلمي، واتفقنا وقلنا إن العناصر الأساسية للبحث العلمي 2 عناصر، ولكن خدنا أهم هذه العناصر. كنا اتكلمنا عن مشكلة البحث وأهداف البحث وأهمية البحث وفروض البحث وحدود البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث وتجميع البيانات. قلنا في بعض هذه العناصر شرحناها طبعا باستفاضة، ولكن كان هناك بعض العناصر قلنا هنركز عليها في محاضرة بالكامل. كانت أهم هذه العناصر اللي هي فروض البحث. طيب احنا هنتناول في المحاضرة الثانية بالنسبة لنا المفهوم أو العنصر الخاص بفروض البحث، ودلوقتي هننتقل بقى لنقطة جديدة خالص اللي هي اختبارات الفروض وفروض البحث. هنتناول في هذه النقطة مفهوم الفرض العلمي، وهندي أمثلة على الفروض العلمية، وهنتكلم عن خصائص الفروض العلمية، وهنتكلم عن كيف يتم صياغة الفرض العلمي، وكيف نحتكم إلى الفرض العلمي من خلال حاجة اسمها معيار القرار أو القيمة الاختبارية، وهنعرف إيه هي اختبارات الفروض وبعض إجراءات اختبارات هذه الفروض، وندي شوية تمارين كده، تمرين أو 2 عملي على كيفية صياغة فروض البحث. أول نقطة مفهوم الفرض العلمي للبحث، زي ما انتم شايفين قدامكم في السلايد، بيتخذ مفهوم الفرض العلمي في البحث شكل فقرة تنبؤية تتناول العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، على أن يكون من الممكن التحقق من ثبوت أو عدم ثبوت هذه الفقرة بشكل موضوعي من خلال طرق الاختبار العلمية. يعني باختصار شديد نقدر نقول إن الفرض العلمي للبحث هو عبارة عن علاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، بس أهم شيء إن تكون هذه العلاقة يمكن إن إحنا نتحقق منها. إذا لم يكن من الممكن التحقق من ثبوت هذه العلاقة أو عدم ثبوتها، يعني يمكن اختبارها، يبقى ما ينفعش إن ده يكون فرض علمي. دي أهم حاجة. بالنسبة لأمثلة الفروض، عندنا أمثلة جديدة جدا، أي علاقة ممكن أعملها بين المتغير المستقل والمتغير التابع يبقى ده بالنسبة لي مثال. زي إيه مثلا؟ بنقول مثلا تؤدي الخصخصة إلى تحسين في أداء الشركات. الخصخصة هي التي تؤدي إلى تحسين أداء الشركات، يبقى الخصخصة هي التي تحدث التغير في أداء الشركات، وبالتالي تبقى الخصخصة هي المتغير المستقل. المتغير التابع اللي هو أداء الشركات، اللي هو الشيء الذي تغير بفعل متغير آخر. يبقى لو حبينا ندي مثال على الفرض العلمي، ممكن نقول يترتب على الخصخصة تحسين في أداء الشركات. قيس على كده أي فرض، ممكن لو حبينا نقول مثلا، اعطي أمثلة براحتك خالص، مش شرط نفس المثالين. يعني لو قلنا مثلا توجد علاقة معنوية بين قيادة السيارات بسرعة وحوادث الطرق، لو قلنا هناك علاقة بين الكفاءة الإنتاجية ومهارة العاملين، لو قلنا هناك علاقة بين انخفاض التكلفة مثلا، هناك علاقة بين انخفاض التكلفة وتطبيق التكاليف المعيارية. أي علاقة ممكن تصيغها بحيث هناك فعل يؤثر وفعل يتأثر، الذي يؤثر هو المتغير المستقل، والذي يتأثر هو المتغير التابع. أنا طبعا حاطة لك مثالين 2،
لو حبينا ان احنا نسأل اذكر مثلا او عرف الفرد العلمي مع اعطاء امثلة معينة، اي امثلة ممكن ان تقولها سهلة جدا. طيب دلوقتي هننتقل لنقطة تانية اللي هي خصائص الفروض العلمية للبحث. بالنسبة لخصائص الفروض العلمية للبحث، طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم في السلايد، أول فرض أن يكون الفرض واضحا ومحددا. يعني لما أجي أحدد علاقة معينة بين متغيرين لابد أن يبقى واضح جدا فين هو المتغير المستقل وفين هو المتغير التابع. ده معنى أن يكون الفرض واضح ومحدد. أن يكون الفرض قابلا للاختبار، وده سبق وقلت لكم إذا لم يكن الفرض قابل للاختبار ما يبقاش فرض، لابد أن أنا أقدر أختبره وأقيسه. النقطة الثالثة أن يحدد ويفسر الفرد العلاقة القائمة بين المتغيرات حتى يصبح فردا مقبولا من الناحية المنطقية. النقطة الرابعة أن يكون الفرد ذو نطاق محدود، يعني دايما متغير مستقل يؤثر في متغير تابع، ما احطش عدة متغيرات كتير وأقول عليه فرد، لا يبقى كده محتاجين تجزئته إلى فروض فرعية، فلازم يبقى محدد. النقطة الخامسة استخدام مصطلحات بسيطة في صياغة الفروض ليسهل تفهمها. طبعا ده شيء طبيعي، عشان الفرض يكون واضح لابد ان انا استخدم اسلوب، واحنا اللغه العربيه بتاعتنا يعني غنيه جدا بالمصطلحات البسيطه اللي ممكن استخدمها بحيث ما يبقاش الفرض مبهم ومش واضح. النقطه السادسه ان تتسق الفروض مع الحقائق المعروفه ولا تتعارض معها، يعني ما جيش اصيغ علاقه تكون غير منطقيه، يعني ما لهاش اي معنى او معنى ممكن يدين يوصل لحقيقه خطا، يبقى ده عمره ما يكون فرض. زي مثلا ما ينفعش مثلا اجي اقول لا توجد اي منافع للقوائم الماليه وانه يجب الغائها. طبعا ده شيء مش منطقي اطلاقا، يعني عايزين نيجي بعد السنين دي كلها وبعد ما ثبت قد ايه القوائم الماليه وفائده القوائم الماليه والكلام ده كله، اجي انا النهارده بقى بالبحث بتاعي المتواضع اقول لا توجد اي منافع للقوائم الماليه، ده طبعا يبقى فرض مش منطقي اطلاقا وما ينفعش ان هو اساسا يبقى فرض. بعد كده طبعا الفرد اللي بعديه أن يتوفر في الفرد القابلية للاختبار خلال فترة زمنية معقولة، يعني الفروض بتاعت اللي أنا أحطها تكون قابلة للاختبار خلال مدة زمنية معينة اللي أنا وضعها للبحث بتاعي، لأن أحيانا يتم صياغة بعض الفروض يكون صعب جدا اختبارها، يبقى الباحث بيقعد مثلا سنة واثنين وثلاثة وصعب حل، يبقى ليه؟ عشان لابد أن أنا أراعي النقطة دي في البحث العلمي بالنسبة. ننتقل إلى نقطة جديدة وهي كيف يتم صياغة أو كتابة الفروض العلمية للبحث. بالنسبة لكتابة الفروض العلمية، في عندنا صيغتين بنكتب بيهم الفرض العلمي. الصيغة الأولى بنسميها صيغة النفي أو صيغة العدم، والصيغة الثانية صيغة الإثبات. بالنسبة لصيغة النفي، معناها إيه صيغة النفي؟ معناها إن إحنا بنضع الفرض العلمي في صيغة النفي أو العدم بمعنى انعدام العلاقة بين المتغيرين المستقل والتابع، يعني ما فيش علاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، والفرد في هذه الحالة بنسميه الفرد الصفري وبنرمز له بالرمز HO، أو ممكن أقول H0، يعني لو هتكلم بالأرقام يبقى H0 أو HO الاتنين واحد. زي هنخلينا في المثال الأولاني اللي احنا خدناه وكنا بنتكلم عن تترتب على الخصخصة تحسين في أداء الشركات، لو حبينا نضع هذه الصياغة أو هذا الفرد في صيغة العدم يبقى هن في العلاقة دي. طيب عشان أنفيها بنفيها بكلمة لا، يبقى لا يترتب على الخصخصة تحسين في أداء الشركات، يبقى كده تم وضع الفرد العلمي في صيغة النفي. الصيغة التانية اللي هي صيغة الإثبات، صيغة الإثبات عكسها تماما، يعني أنا بقول في علاقة بين المتغيرين، في علاقة بين المتغيرين يبقى هنضع الفرد هنا فسميها في صيغة الإثبات، بسمي الفرد في هذه الحالة بالفرد البديل وبديه الرمز HA أو H1، يعني أقول عليه HA لو بالأرقام لو بالحروف يعني، أو H1 لو أنا هخليها بالأرقام، الاتنين واحد. لا طيب لو خدنا نفس المثال بتاعنا يبقى هنقول يترتب على الخصخصة تحسين في أداء الشركات. ننتقل لنقطة أخرى وهي معيار القرار أو القيمة الاختبارية. ايه هو معيار القرار او القيمه الاختباريه؟ احنا سبق وقلنا ان الفروض العلميه للبحث لابد من اختبارها. طيب عشان اختبر الفرد العلمي واقول انا موافقه على هذا الفرد او غير موافقه، او ثبت قبول هذا الفرد او رفض هذا الفرد، لابد ان يكون هناك معيار بنحتكم اليه.
في قبول أو رفض هذا الفرض اللي هو فرض العدم، لأن إحنا بنجري الاختبار على فرض العدم. هذا الاختبار الفرض اللي إحنا بنجري عليه الاختبار بنحتكم فيه إلى حاجة اسمها معيار القرار أو القيمة الاختبارية، يبقى بيقصد بذلك القيمة التي يستند إليها الباحث في اتخاذ قراره بقبول أو رفض فرض العدم، وبالتبعية رفض أو قبول الفرض البديل. إزاي؟ إحنا قلنا في عندنا صيغتين لصياغة الفرض العلمي، صيغة العدم وصيغة الإثبات. بالنسبة لفرض العدم إحنا بنجري الاختبار على فرض العدم. طيب فرض العدم في حالة قبول فرض العدم، قبول فرض العدم اللي هو كان بيقول لي لا توجد علاقة بين كذا وكذا، طيب لما أقول لا توجد علاقة بين كذا وكذا وقبلت إن لا توجد علاقة بين كذا وكذا، ده معناها إيه؟ إن أنا برفض إن في علاقة، يعني برفض مين؟ الفرض البديل. معايا؟ يبقى قبول فرض العدم ده بالتبعية معناها رفض الفرض إيه؟ البديل. طيب رفض فرض العدم يعني أنا برفض العلاقة اللي بتقول لي لا توجد علاقة بين كذا وكذا. طبعا يمكن أنتوا تفتكروا دايما كنا نقول نفي النفي إثبات، يبقى لما بقول رفض فرض العدم يبقى معناها إثبات أو قبول الفرض البديل اللي بيقول لي فيه علاقة. عند إجراء اختبارات الفروض طبعا بتحدث عندنا أخطاء، بيظهر عندنا نوعين من الأخطاء بنسميهم أخطاء اختبارات الفروض، وهم نوعين من الأخطاء، خطأ ألفا وخطأ بيتا. بالنسبة لخطأ ألفا هو معناه احتمال رفض فرض العدم وهو صحيح، يعني أنا رفضت فرض العدم بس هو الفرض صحيح، يعني ما كانش المفروض إن أنا أرفضه. طب لما طالما إن أنا ما كانش المفروض إن أنا أرفضه يبقى كان يتعين إيه؟ قبوله. ده معنى خطأ ألفا. خطأ بيتا عكسه، احتمال قبول فرض العدم وبرضه ما كانش المفروض ان انا اقبله، ده الخطأ ان انا قبول فرض العدم اي كان يتعين رفضه. دول النوعين دول من الاخطاء بيظهروا عندي عند اجراء اختبارات الفروض، والمفروض ان كل خطأ من دول الخطأ الفا او خطأ بيتا الاتنين بيأثروا في بعض، يعني زيادة خطأ الفا بيؤدي الى تخفيض خطأ بيتا، وزيادة خطأ بيتا يؤدي الى نقص خطأ الفا، وبالتالي يجب على الباحث ان هو يحاول يوازن، لان لو حب يقلل من خطأ معين التاني هيزيد. طب يعمل ايه؟ بيحاول يوازن بين الخطأين في ضوء معرفة تكاليف كل منهم. اجراءات اختبارات الفروض، طبعا الاجراءات دي انا هحطها لكم مختصرة كتير لان هي يعني كبيرة جدا، وبالتالي لو اتكلمنا فيها عملية صعبة شوية، وبالتالي انا حاولت احط لكم فيها نقاط بسيطة جدا. ايه هي اهم اجراءات اختبارات الفروض؟ واحد، بناء فروض الاختبارات الاحصائيه اللي هي فرض العدم والفرض البديل، واحنا سبق وقلنا ازاي كيف يتم صياغه فرض العدم والفرض البديل. تاني نقطه في اجراءات الاختبارات ان انا احدد نوع الاختبارات الاحصائيه اللي احنا المفروض هنعملها. الاختبارات الاحصائيه في عندنا حاجه اسمها اختبارات احصائيه ذات اتجاهين واختبارات احصائيه ذات اتجاه ايه واحد. يعني مثلا لو قلنا تؤثر تغير الاسعار في حجم الإنتاج، يؤثر تغير الأسعار في حجم الإنتاج، يعني لو زادت الأسعار إيه اللي بيحصل لحجم الإنتاج، ولو انخفض الأسعار إيه اللي بيحصل في حجم الإنتاج، يبقى ده بنقول عليه ذات اتجاهين وليس اتجاه إيه واحد. طيب النقطة الثالثة، تحديد مستوى المعنوية. إيه هو مستوى المعنوية؟ دايما بنتكلم عن مستوى المعنوية، وده يمكن أخدته الكلام ده في الإحصاء، إن هو مكمل لدرجة الثقة، وعندنا درجة الثقة 90% 95% أو 99%، دول أهم 3 درجات في من الثقة بنستخدمهم في الإحصاء. فلو كانت مثلا درجة الثقة 99% فالمكمل بتاعها يبقى 1%، يبقى 1% ده هو مستوى المعنوية. لو كانت درجة الثقة 95% يبقى مستوى المعنوية 5%، أو لو كان 90% يبقى مستوى المعنوية 10%. النقطة الرابعة، تحديد نوع التوزيع. نوع التوزيع عندنا فيه توزيعات كتير انتوا خدتوها في الإحصاء برضو الكلام ده، التوزيع الطبيعي ده أكتر التوزيعات يعني موجود عندنا ودرستوه قبل كده كتير، وفي عندنا توزيع ت وتوزيع اف، فيعني على الأقل لابد إن احنا نبقى محددين ايه هو نوع التوزيع اللي هيتم استخدامه في إجراءات اختبارات الفروض. بعد كده بنحدد القيمة الاختبارية اللي احنا سبق وشرحناها، وقلنا القيمة اللي بيستند إليها الباحث عند إجراء اختبارات الفروض. آخر حاجة بنحدد احتمالات خطأ ألفا وبيتا عن طريق زي ما قلناها برضو عن طريق معرفة تكاليف كل منهم.
ودلوقتي هنحاول نشوف تطبيق على الكلام اللي احنا قلناه ده، لان انا عارفه طبعا انتوا بتحبوا الحاجات العملية اكتر من النظري، وبالتالي حاولت ان انا احط لكم تمرينين كده صغيرين بالنسبه لاختبارات الفروض. التمرين الاولاني بيقول ايه؟ بيقول لك تنتج احدى الالات منتج معين وتحتوي كل 1000 وحده من هذا المنتج على 50 وحده معيبه. اوكي، يعني الاله دي بتنتج 1000 وحده، وال1000 وحده دول بيطلع فيهم 50 وحده معيبه. طيب قررت إدارة الشركة إضافة جزء إلى هذه الآلة يؤدي إلى تخفيض الوحدات المعيبة، يعني معنى أنها قررت إضافة جزء إلى هذه الآلة يعني عايزة تطور الآلة عشان تخفض عدد الوحدات المعيبة. يبقى دلوقتي الإدارة أو الشركة في قدامها قرار، يا ترى تطور الآلة دي عشان تخفض الوحدات المعيبة ولا تبقي على الوضع مثلا كما هو عليه؟ دي بتبقى بالنسبة لها عبارة عن يعني إيه في مركز البحوث الخاص بالشركة عايزين ياخدوا القرار، طب يعملوا إيه؟ فبنحاول نحط دي في صيغة فرض علمي معايا. فهنا المطلوب بيقول لك إيه؟ تحديد فرض البحث الأساسي، وبعدين تحديد فرض العدم، تحديد الفرض البديل، صياغة إيه ب وجيم اللي هو فرض العدم والفرض البديل نضعهم في شكل إيه إحصائي. طيب عشان نحل تمرين بهذا الشكل هنعمل الآتي. طيب عشان نحل التمرين ده طبعا هنحط الفرض الأساسي للبحث بتاعنا اللي هو العلاقة اللي الشركة عايزة تدرسها وبتفكر فيها. هي العلاقة دلوقتي الشركة بتدرس ايه او حاطه قدامها ايه؟ بتقول انا عايزة اشوف يا ترى لو طورنا الآلة دي الوحدات المعيبة دي هتنخفض ولا مش هتنخفض. يبقى الفرض العلمي بالنسبة لي دلوقتي اللي انا هقول هناك علاقة معنوية بين تطوير الآلة وانخفاض الوحدات المعيبة، أو يؤدي مثلا تطوير الآلة إلى انخفاض الوحدات المعيبة معي، أو توجد علاقة بين تطوير الآلة وانخفاض الوحدات المعيبة. يعني الأسلوب المهم الواضح إن أنا أوضح فين هو المتغير المستقل بتاعي وفين هو المتغير التابع. لازم العلاقة دي يبقى واضح فيها المتغيرين دول عشان أقدر أقول إن ده فرض علمي مظبوط. طيب لو قلنا هناك علاقة معنوية بين تطوير الآلة وانخفاض الوحدات المعيبة، يبقى تطوير الآلة هو اللي هيؤثر في انخفاض الوحدات المعيبة. يبقى تطوير الآلة هو المتغير المستقل وانخفاض الوحدات المعيبة هو المتغير التابع. ده بنسميه فرض البحث الأساسي. طيب أنا هضع هذا الفرض اللي أنا كونته صح في صيغة العدم، عشان أحطه في صيغة العدم يبقى بسميه فرض العدم. طيب أحطه في صيغة العدم، كل الحكاية إن أنا هنفي هذه العلاقة، هنفيها بإيه؟ بكلمة لا، يبقى لا يوجد تأثير لتطوير الآلة على انخفاض الوحدات المعيبة، أو ممكن أقول لا توجد علاقة معنوية بين تطوير الآلة وانخفاض الوحدات المعيبة، مش مشكلة، يعني أنت بتختار الأسلوب الصح والكلمة المناسبة معاك. طيب أنا عايز أحط برضو العلاقة دي في صيغة الفرض البديل، الفرض البديل اللي هو بيقول لي فيه علاقة، يبقى كل حكاية إن أنا هشيل كلمة لام، لا. يبقى يوجد تأثير لتطوير الآلة على انخفاض الوحدات المعيبة. طيب لغاية كده يبقى الفرض البحث الأساسي صيغناه مظبوط، فرض العدم حطينا الصيغة دي بالنفي يعني لا، الفرض البديل شلنا كلمة لا، وطبعا احنا بنحط الرموز اللي هي فرض العدم اتش او أو الفرض البديل اتش ايه عشان لما نيجي نصيغ الكلام ده بقى في شكل إحصائي. انتوا عارفين عشان اصيغ الكلام ده وادخله بقى احصائيا ما ينفعش معايا الكلام، انا عايز احطه في صوره رموز، وبالتالي بحط اتش او واتش اي. طيب عايزين نحط الكلام ده بقى في شكل احصائي، احنا اتفقنا اهم حاجه عشان نختبر بيها الفرض ان انا لازم احدد القيمه الاختباريه، القيمه اللي هيستند اليها الباحث في اتخاذ قراره بقبول او رفض فرض العدم. طيب نفكر كده، انا هوافق واقول لا توجد علاقه، امتى اقول لا توجد علاقه بين تطوير الاله وانخفاض الوحدات المعيبه؟ لو انا جيت بعد ما اطور الاله بصيت لقيت عدد الوحدات المعيبه زي ما هو او اكتر. لو لقينا ان بعد ما طورنا الاله ان عدد الوحدات المعيبه 50 او اكتر من 50، يبقى هنا في الحاله دي لا داعي لتطوير الاله، وده هو اللي هنعتمد عليه في صياغه الفرض العدم او الفرض البديل في شكل احصائي. تحديد القيمة الاختبارية، القيمة الاختبارية اللي هي نسبة الوحدات المعيبة قبل عملية التطوير. هو قال لي الآلة بتنتج 1000 وحدة وبتطلع لي 50 وحدة معيبة، يبقى نسبة الوحدات المعيبة عندي 50 على 1000 يعني 5%. يبقى دي القيمة الاختبارية اللي هستند إليها. هفترض إن نسبة الوحدات المعيبة دي
قبل التطوير اديها رمز، وبعد التطوير اديها رمز ايه تاني، عشان هما الرموز اللي هدخلها تختبر احصائيا. قبل التطوير هديها الرمز بي مثلا، ممكن نحط اي رمز تاني مش شرط بي يعني، ولكن التوفيق يعني او في الامثله اللي موجوده عندنا حاطين الرمز ايه بي. يبقى البي دي اللي هي نسبه الوحدات المعيبه قبل التطوير، بي نسبه الوحدات المعيبه قبل التطوير اللي هي بتساوي كام؟ 5 من 100 اللي موجوده عندي. طيب انا عايز اعرف نسبه الوحدات المعيبه بعد التطوير، انا لسه ما اعرفهاش، هديها برضو نفس الرمز اللي هي بي، بس هحط جنبها ايه 1 يعني بي 1. ماشي كده؟ طيب يبقى اجي احط فرض العدم. يبقى فرض العدم امتى؟ فرض العدم ده اللي هو بيقول لي لا توجد علاقه بين تطوير الاله وانخفاض الوحدات المعيبه. الكلام ده يحدث اذا كانت بي 1 اكبر من او تساوي بي، صح كده؟ لو كانت بي 1 اللي هي نسبه الوحدات المعيبه بعد التطوير كانت اكبر من او بتساوي نسبه الوحدات المعيبه قبل التطوير اللي هي بي اللي هي 5%، يبقى ده بالنسبه لي هو ده فرض العدم. فكروا فيها كده هتلاقوا زي ما انا بتكلم معاكم. طيب الفرض البديل امتى؟ الفرض البديل لو كانت بي 1 اللي هي نسبه الوحدات المعيبه بعد التطوير اصغر من بي اللي هي نسبه الوحدات المعيبه قبل ايه التطوير. محدش يقول لي اصغر من او تساوي، يبقى غلط. هي اصغر من بي اللي هي نسبه الوحدات ايه المعيبه قبل التطوير اللي هي 5%. طيب ننتقل الى مثال تاني نفس الفكره. طيب يقول المثال التاني او التمرين التاني بيقول ايه؟ يجري احد الباحثين بحثا لدراسه تاثير تكنولوجيا التصنيع الحديثه على متوسط تكلفة الوحدة في صناعة معينة. يبقى إيه ده؟ دلوقتي الباحث عايز يشوف تأثير استخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة على متوسط تكلفة الوحدة. أعتقد العلاقة واضحة خالص دلوقتي. طيب وبافتراض أن استخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة يؤدي إلى تخفيض متوسط تكلفة إيه الوحدة. هو بيفترض الفرضية دي، يعني هو يعني أكنه بيقول لك الفرض أهو، إن استخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة بيؤدي إلى تخفيض متوسط إيه؟ تكلفة الوحدة. وأخذا في الاعتبار إن القيمة الاختبارية هو يعني بيوضحها على الآخر، لكن حتى لو ما قالهاش يبقى أنا هنا القيمة اللي هحتكم إليها هي إيه؟ المنطق هيقول لي هو متوسط تكلفة إيه؟ الوحدة. لأن لو استخدمت تكنولوجيا التصنيع الحديثة يا ترى متوسط تكلفة الوحدة هيزيد ولا هيقل؟ يبقى واضحة جدا، ومع ذلك هي واضحة في التمرين عنده. وأخذا في الاعتبار إن القيمة الاختبارية تم تحديدها بمقدار إيه؟ 100 جنيه اللي هو متوسط تكلفة الوحدة المنتجة. هنا برضو طالب مني أصيغ فرض البحث الأساسي وفرض العدم والفرض البديل وصياغتهم في شكل إيه؟ إحصائي. طيب ودلوقتي لو حبينا بقى نجاوب على التمرين. طيب أول حاجة ألف فرض البحث الأساسي. فرض البحث الأساسي إن أنا هبحث عن العلاقة اللي الباحث عايز بيوجدها، اللي هي الفرض اللي هو هيوجده اللي هو العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. لو بصينا في التمرين هنلاقي العلاقة اللي هو عايز يثبتها اللي هي ايه؟ عايز يشوف تأثير تكنولوجيا التصنيع الحديثة على متوسط تكلفة ايه؟ الوحدة. وبالتالي صاغ الفرض بهذا الشكل، هناك علاقة معنوية بين استخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة وانخفاض متوسط تكلفة ايه؟ الوحدة. ويبقى استخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة هو ده المتغير المستقل، وانخفاض متوسط أو متوسط تكلفة الوحدة هو المتغير إيه؟ التابع. طيب عايزين نحط هذه العلاقة في صيغة العدم، يعني في صيغة النفي، يعني أقول به فرض العدم اللي هو HO هو عبارة عن إيه؟ لا يؤدي استخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة إلى تخفيض متوسط تكلفة الوحدة. طيب جيم اللي هو الفرض البديل HA اللي هو في صيغة الإثبات اللي هو يؤدي استخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة إلى تخفيض متوسط تكلفة الوحدة. عايز أحط HO HA في شكل إحصائي. عشان أحطهم في شكل إحصائي أول حاجة لازم أفكر فيها فين هي القيمة الاختبارية اللي هعتمد عليها في اختبار الفرض بتاعي. القيمة الاختبارية هو نفسه قايلها لي اللي هي عبارة عن متوسط تكلفة الوحدة اللي هي بتساوي 100 جنيه. طيب يبقى إذن هفترض الفرضية بتاعتي، أبدأ أقول العلاقة دي يا ترى متوسط تكلفة الوحدة قبل استخدام التكنولوجيا اللي هي بي معايا، متوسط تكلفة الوحدة قبل استخدام التكنولوجيا اللي هي بي اللي هي بتساوي كام؟
100 جنيه، انا كل حكايه ان انا حطيت لها رمز اللي هو بي. طيب متوسط تكلفه الوحده بعد استخدام التكنولوجيا هي ايه؟ بي واحد. ماشي. يبقى فرض العدم نفس الحكايه، فرض العدم اللي هو اتش او امتى؟ يبقى عندي فرض العدم اتش او لو كانت بي واحد اللي هي متوسط تكلفة الوحدة بعد استخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة هتكون أكبر من أو تساوي بي اللي هي بتساوي 100 جنيه. الفرض البديل اللي هو اتش ايه لو كانت بي واحد أصغر من بي اللي هي 100. خلاص كده يا جماعة، ده الجزء الخاص باختبارات الفروض. يبقى كده من الآخر كده نفهم يعني ايه مفهوم الفرض العلمي، ويعني ايه كي خصائص الفروض العلميه للفرض، خصائص الفروض العلميه للبحث. يبقى مفهوم الفرض والخصائص بتاعته، ويعني ممكن نستطيع ان احنا ندي امثله على هذه الفروض، مثال كذا مثال كذا زي ما قلت لكم، اللي هو الخصخصه تؤدي الخصخصه لتحسين اداء الشركات. معايا كيف يتم صياغه الفرض اللي هم الصيغتين اللي قلنا عليهم اللي هم صيغه العدم وصيغه الفرض البديل، بعد كده ايه يعني ايه معيار القرار او القيمه الاختباريه، وايه هي اجراءات اختبارات الفروض. ده الجزء النظري في هذا الموضوع. الجزء العملي اللي هو عندكم دلوقتي التمرينين، ان احنا نعرف ازاي ممكن نحسب ان نصيغ الفرض في صيغه العدم او الفرض البديل، وازاي نصيغهم احصائيا، وعندكم التطبيق على كده التمرين واحد وتمرين اثنين. ده بالنسبه لموضوع اختبارات الفروض. الموضوع التالي اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو طرق جمع البيانات. بالنسبة لطرق جمع البيانات في عندنا 3 طرق لجمع البيانات، طريقة الملاحظة وطريقة الاستبيان وطريقة المقابلة. كل طريقة من هذه الطرق أنا محتاجة منكم تعرفوا فيها كل طريقة، تعرفها وأهم مزاياها وأهم عيوبها من خلال كل سلايد أنا وضعها لكم. طبعا عارفين أهمية جمع البيانات، بتعتبر مرحلة جمع البيانات دي من أهم مراحل البحث العلمي قبل أن يلتقي الباحث للمرحلة الثانية، وهي مرحلة تحليل البيانات وصولا إيه للمعلومات. والكلام ده يمكن اتكلمنا فيه في أول محاضرة خالص معاكم، اللي هو لما كنا بنتكلم عن عناصر البحث العلمي، قلنا في عناصر البحث العلمي عندنا الدراسة الاستطلاعية أو تجميع البيانات. بعد ما بنجمع البيانات بندخل في مرحلة بعد كده اللي هي خاصة بتحليل البيانات. عشان كده حبيت إن أنا أركز لكم دلوقتي في السلايد اللي جاية عن كيفية جمع البيانات وما هي طرق جمع البيانات. طبعا المقصود بالبيانات المشاهدات والملاحظات والأرقام والآراء المتعلقة بالظاهرة اللي الباحث هيكون بدراستها. أول طريقة من طرق جمع البيانات اللي هي طريقة المقابلة. تعريف المقابلة: مواجهة مباشرة شخصية بين الباحث والمبحوث. الباحث طبعا اللي هو صاحب البحث اللي بيعمل البحث، المبحوث الشخص اللي هيسأله للإجابة على أسئلة يوجهها الباحث إلى المبحوث، يعني يوجهها الأول إلى الثاني حول موضوع معين اللي هو موضوع البحث. طيب أهم مزايا للمقابلة، طبعا مزايا المقابلة كتير جدا، ولكن أنا حاولت أختصر شوية كده في النظري عشان ما تعبكمش في الحفظ وكده. مزايا المقابلة: أول مزايا من أول هذه المزايا، بيحصل الباحث على البيانات من المبحوث مباشرة دون أن يتأثر المبحوث بآراء الآخرين، لأن هو بيسأله منه ليه، فما بيبقاش في حد تاني، فممكن غير بقى ما بيسيب مجموعة مع بعض ويتكلموا وبياخدوا آراء بعض وبعد كده يجي يسألهم، فهنا بيبقى في نوع من التأثير. الميزة التانية، يمكن للباحث التحكم في مدة المقابلة بتقصيرها او اطالتها من خلال استبعاد او اضافه اسئله يرى انها مهمه. يعني نفترض ان هو بيتقابل مع مدير شركه معينه، وحس ان مدير الشركه دي ان هو بيستفيد منه فعلا وبياخد منه معلومات هتفيده جدا في البحث. لو كان هو مثلا ناوي يقف يعني يتكلم مع دقيقه او ممكن يزود في المقابله دي، في ايده ان هو يطول، او لو قعد مثلا مع شخص معين وحس ان هو مش قادر يديله اجابات على الاسئله اللي هو محتاجها، فممكن ياثر في مده المقابله، فدي ميزه اخرى. الميزة الثالثة اللي هي غزارة المعلومات وارتباطها بالبيئة، حيث قد تصير أسئلة إضافتها أفرزتها وقائع المقابلة، يعني من خلال إن هو بيبقى في نفس الموقع وفي نفس المكان مع الشخص، فأحيانا بيحس إن البيئة نفسها هي بتفرض أسئلة معينة ممكن المبحوث نفسه هو اللي يوحي إليه بيها وهو بيتكلم معاه، فدي ميزة أخرى من مزايا المقابلة. من عيوب المقابلة طبعا الاحتياج إلى وقت وجهد وتكلفة عالية لمقابلة أكبر عدد ممكن من المبحوثين. يعني مثلا لو أنا محتاجة مثلا أعرف رأيكم في مادة مناهج البحث العلمي،
ومحتاجة أستخدم أسلوب المقابلة، وعايزة أتقابل مع كل واحد فيكم عشان أقول رأيه. شوفوا قد إيه ممكن الواحد ياخد من الوقت والتكلفة والجهد. العيب التاني، قد يصعب تحليل النتائج المتحصل عليها أو صياغتها كميا. ده طبعا عيب كبير جدا، إن الأسئلة نفسها والإجابات عليها بتكون إجابات يعني معظمها بيكون وصفية، ما بيبقى صعب جدا تحليلها أو صياغتها كميا، فده عيب من عيوب المقابلة. العيب آخر، قد يمتنع المبحوث عن الإجابة على بعض الأسئلة اللي بيرى أنها محرجة أو سرية أو خاصة. يعني نفترض مثلا بيسألوا سؤال معين كده وهو ما كانش حابب ان هو او حاسس ان في حرج بالنسبه له، فممكن يمتنع عن الاجابه او يبقى محرف او يجاوب اجابه ما تكونش صادقه قد يكون، او اذا كان مثلا بيتكلم مثلا في سياسه او كده. يعني احيانا ده بيحصل، وبالتالي ده برضو بيمثل عيب من عيوب المقابله. الطريقة الثانية من طرق جمع البيانات اللي هي طريقة الاستبيان، أو بنسميها طريقة قائمة الاستقصاء، ودي يعني تقريبا نقدر نقول إنها أكثر الطرق انتشارا في البحوث العلمية، هو استخدام طريقة الاستبيان. لو حبينا نعرف الاستبيان، بنقول أحد طرق جمع البيانات من خلال توجيه أسئلة مكتوبة. يعني شوفوا الفرق بين المقابلة هنا، توجيه أسئلة إيه مكتوبة للمبحوثين، المبحوثين يطلب منهم الإجابة عليها بأنفسهم وصولا إلى بيانات حول موضوع إيه معين. لو أنا مثلا عايز أعرف رأيكم في مادة مناهج البحث العلمي برضو باستخدام أسلوب الاستبيان، فممكن بقى أعمل بقى قائمة الاستقصاء وأبدأ أوزع عليكم قائمة الاستقصاء وأطلب من كل واحد فيكم إن هو يجاوب لي من خلال هذه القائمة، اللي هي ممكن تكون ورقتين ثلاث أيا كان حسب الأسئلة اللي موجودة فيها، وأقول لكم ترجعوا لي هذه القوائم وأبدأ إيه أفرغ البيانات وأشوف إيه الإجابات بتاعتكم. طبعا برضو هي عملية يعني بتعتبر أفضل يعني الطرق أو أكثرها استخداما، وبرضو ليها مزاياها وليها عيوبها. من أهم مزاياها إن أنا أستطيع من خلال طريقة الاستبيان أتعرف على آراء عدد كبير من المبحوثين. يعني ممكن في دقيقة واحدة أعمل مثلا 100 قائمة استبيان وأوزعها على 100 على 1000 على 50، يعني سهل جدا، غير ما أقعد بقى إيه أتقابل مع واحد واحد زي في طريقة مثلا المقابلة. هنا برضو تجانس أسئلة الاستبيان مما يسهل معه تفريغها وتحليلها. هنا أنا بصيغ الأسئلة بطريقة معينة وبطريقة بتبقى محددة ومعروفة، وبالتالي بيبقى بيسهل تفريغ هذه البيانات وتحليلها بالطرق الإحصائية، فدي ميزة هائلة يعني في قوائم الاستقصاء. الميزة الثالثة، بتلائم المشاكل المتعلقة بالمواصفات الشخصية على أساس إن هي ما بيبقاش في علاقة مباشرة بين الباحث والمبحوث. ده أنا ممكن الاستبيانات دي أو قوائم الاستقصاء ممكن أبعتها بالبريد، وبعدين ما بطلبش حتى كمان ان الشخص اللي هيجاوب على قائمة الاستقصاء ان هو يكتب اسمه. يعني فبالتالي بيبقى فيه حرية وفيه مرونة جدا بالنسبة للباحثين ان هم يكتبوا آرائهم بمنتهى ايه الحرية، فما فيش اي مشاكل ايه ممكن يتعرضوا ليها. فدي بقى اهم مزايا. من اهم عيوب الاستبيان، اول حاجة قد يتم فقد بعض الاستمارات اذا تم ارسالها بالبريد، وده بيحصل فعلا. يعني ممكن لو انا عامله محدده العينه بتاعتي اللي هبعت ليها الاستمارات دي بالبريد، ممكن لو انا بعت مثلا 50 استماره ممكن يوصلني مثلا 30 و20 يفقدوا، او الناس مثلا ما يجاوبوش عليهم ما يبعتهمليش، فده يعني بيعتبر عيب خطير في الاستبيان. العيب التاني، احتمال عدم فهم المبحوث للاسئله مما يؤثر على الاجابه. يعني فعلا انا بصيغ اسئله معينه وبحطها في قائمه الاستقصاء وبطلب منهم ان هم لا هم شايفيني ولا في علاقه مباشره بيني وبينهم، وبالتالي لو هو مش فاهم سؤال معين هيجاوب عليه في حدود فهمه ليه او ما يجاوبش عليه، غير المقابله. طبعا انا في الوضع مباشر بيني وبين الشخص، لو مش فاهم السؤال احاول اصيغه له بطريقه تانية افهمه له كده، فده يعتبر عيب في الاستبيان. احتمال عدم نجاح الباحث في صياغه اسئله الاستبيان بطريقه واضحه، وده فعلا لان احنا قائمه الاستقصاء، طبعا المفروض ان لها طريقه واسلوب معين في صياغه الاسئله، ما بنكتبش الاسئله كده باي طريقه، وبالتالي لو كان الباحث مش فاهم كيفيه صياغه اسئله الاستبيان بطريقه صح، فده طبعا بيعتبر عيب كبير جدا في القائمه ومش هيقدر يوصل للنتائج اللي هو عايزها. طبعا زي ما شفتوا وقلنا واتكلمنا في ان طريقه الاستبيان يعني بتعتبر افضل طرق جمع البيانات، عشان كده يمكن اضفت نقطه خلاف التعريف والمزايا والعيوب بالنسبه لكل طريقه اللي لازم يعني تكونوا عارفينها كويس جدا. هنا في الاستبيان بالذات اضفت كمان شروط اعداد استماره الاستبيان. ايه هي بقى شروط اعداد استماره الاستبيان؟ واحد، ان يلم الباحث بطبيعه المشكله وفروض البحث.
طبعا لازم يكون عارف مشكلة البحث ايه، وفروض البحث صيغها بطريقة صحيحة لأن هيعتمد عليها إعداد استمارة الاستبيان. تاني نقطة تقسيم الاستمارة، دي تاني نقطة عشان في صياغة الاستبيان. تقسيم الاستمارة إلى محاور رئيسية، وكل محور رئيسي يبدأ يتفرع منه إلى محاور فرعية، وكل محور فرعي يحدد فيه الأسئلة محددة. تلاتة يجب مراعاة شروط معينة عند صياغة الأسئلة زي وضوحها واختيار الألفاظ المناسبة السهلة وتجنب الأسئلة اللي توحي بإجابات معينة والبعد عن الأسئلة اللي بتدفع إلى التحيز. يعني طبعا الأسئلة دي معروفة، يعني الواحد لو عايز مثلا يقول إجابة مثلا معينة ممكن السؤال نفسه يوحي للشخص اللي هيجاوب إن هو لازم يجاوب الإجابة دي، فده طبعا مش مقبول في استمارة الاستبيان. عرض الاستبيان الأولي على عدد من المتخصصين للتأكد من ملائمة الاستمارة لأهداف البحث، ده أحيانا كتير بيحصل إن لما الباحث يعمل استبيان بيعمل بس مرحلة أولية إن هو يعرضه على عدد قليل جدا ويشوف إجاباتهم عشان لو كان في أي نقاط معينة ممكن يعدلها ويبدأ يعمل الاستبيان مرة تانية. اختبار الاستمارة بعرضها على عينة محدودة من مجتمع البحث، ده نوع من الاختبار برضو اللي بيعمله ان هو يعرضها على عينة محدودة وبعد كده يبدأ يوزع على المجتمع بتاعه اللي هو هيوزع عليه الاستمارة. بعد ما اتكلمنا عن الطريقتين اللي فاتوا اللي هي طريقة المقابلة وطريقة الاستبيان، وعرفنا في كل طريقة تعريفها وأهم مزاياها وأهم عيوبها، وبالنسبة للاستبيان كمان أضفنا إليها شروط إعداد استمارة الاستبيان. دلوقتي هنتكلم على الطريقة الثالثة من طرق جمع البيانات وهي طريقة الملاحظة. لو حبينا نعرف الملاحظة ببساطة شديدة بنقول هي وسيلة من وسائل جمع البيانات تتميز بالدقة لرصد سلوك الظاهرة. طيب ده التعريف البسيط، يعني بدرس سلوك ظاهرة معينة اللي هي الظاهرة الخاصة بالبحث. لكن لو حابين نحط بقى التعريف العلمي المناسب اللي يعني يجب ان انتوا تكونوا عارفينه كويس، بنقول عملية مراقبة او مشاهدة لسلوك الظاهرة ومكوناتها المادية والإنسانية والبيئية لمتابعة سيرها واتجاهاتها وعلاقاتها وتفاعلاتها بأسلوب علمي منظم وهادف بقصد تفسير وتحديد العلاقة بين التغيرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجيهها لخدمة الإنسان وتلبية احتياجاته. من أهم مزايا الملاحظة خلوها بدرجة كبيرة من التأثير الشخصي للباحث وميوله واتجاهاته، هو بيرصد ظاهرة معينة وهذه الظاهرة كما هي يبدأ يسجلها بالنسبة له، وبالتالي هنا في بعد عن التأثير الشخصي أو ميوله أو اتجاهات، هو ملوش علاقة بالموضوع ده. تعتبر أكثر ملائمة لدراسة الجماعات صغيرة الحجم، يعني بنحتاج الملاحظة دي بالنسبة للمشروعات اللي بتكون صغيرة الحجم وكده يعني، لكن بالنسبة للمجتمعات الكبيرة يعني ممكن نستخدم الطرق الأخرى. بتكون أكثر ملائمة في حالة الأبحاث التي يلقي فيها المبحوث نوعا من المقاومة للباحث، يعني مثلا لو في مجال مثلا معين وفي المجال ده حاسس إن هو لو استخدم طريقة المقابلة مش هتجيب نتيجة، يعني أو لو استخدم مثلا طريقة الاستبيان برضو مش هيحصل على الإجابات اللي هو محتاجها، فبتكون طريقة الملاحظة أكثر مناسبة ليه. ويمكن أنا بفتكر الموضوع ده يعني أحيانا كتير لما كنت بسجل موضوع الماجستير بالنسبة لي، فعلا كنت بعمل الدراسة بتاعتي على مركز خدمة صيانة السيارات، فلما كنت بعمل البحث بتاعي في مركز خدمة صيانة السيارات كان الهدف بتاعي إن أنا كنت عايزة أوصل وأشوف إيه هي المشاكل اللي بتعترض العاملين في مركز الصيانة، عشان كنت عايزة أقيس التكلفة، تكلفة أي عربية بتدخل وتتعمل لها صيانة، فتكلفة العربية دي بتمر على أقسام كتير وبتاخد أمر شغل معين، فكنت بشوف تكلفة الصيانة هنا عشان أشوف تكلفة الصيانة، كنت بشوف تكلفة الوقت الضائع، فأنا عايزة أشوف تكلفة الوقت الضائع. فلما عملت مقابلة مع المدير الشركة وبتاع، فكله طبعا كان بيحاول يظهر إن الوضع زي الفل ومفيش عندنا لا وقت ضايع ولا أي حاجة، فكانت كل الحكاية إنه ممكن يطلع الوقت الضايع ده نص ساعة مثلا اللي هو الوقت الضايع العادي اللي هو المفروض بيروح يصلي فيه، بيروح ياخد وجبة كده، لكن أنا كنت عايزة أشوف فعلا هل مفيش وقت ضايع في هذا المركز. فلما رحت على الطبيعة لقيت أنسب طريقة أستخدمها هي طريقة الملاحظة. ليه؟ لأن فعلا شفت ورصدت الظاهرة، لقيت مثلا عشان يروح يجيب قطعة غيار من المركز وبيبقى المكان جنبه على طول ممكن يقعد له مثلا ربع ساعة على ما يجيب بس قطعة الغيار، عشان يروح مثلا ياخد الراحة اللي هي مثلا ربع ساعة، لا ده ممكن يقعد ساعة. فطبعا رصد الظاهرة عن قرب وإن أنا أشوفها، أنا الكلام شيء اللي كان بيتقال لي واللي أنا شفته كان شيء تاني.
فطبعا برضو طريقة الملاحظة لا تقل عن الطرق الأخرى، لكن بتكون مناسبة في مجتمعات معينة. من أهم عيوب الملاحظة بقى، بتحتاج من الباحث لدرجة عالية من التدريب على استنباط البيانات من خلال الملاحظة. أحيانا بيندمج الباحث في مجتمع البحث فيولد نوع من التحيز في البحث وعدم الموضوعية. التأخر في تسجيل الملاحظة قد يؤدي إلى فقد البيانات، مما يستلزم إثبات الملاحظة وقت حدوثها. بعد ما تناولنا موضوع اختبارات الفروض، وبعد كده انتقلنا إلى طرق جمع البيانات. طبعا الباحث عشان يجمع البيانات بتاعته بيكون في حاجة اسمها مجتمع البحث اللي هيجمع منه البيانات. مجتمع البحث قد يكون مجتمع البحث ده كبير جدا، وبالتالي لا يستطيع أن يطبق البحث على كل المجتمع ده، وبالتالي بيحتاج إن هو يختار جزء من هذا المجتمع اللي هيعمل عليه البحث، هذا الجزء اللي هو بنطلق عليه العينة. وبالتالي كان موضوع العينات ده برضه من المواضيع الهامة جدا اللي يجب أن تعرفوها كويس أوي في دراسة البحث العلمي، وده اللي هنركز عليه دلوقتي. هنعرف يعني إيه عينة البحث، وكيف يتم اختيار عينة البحث، وإيه الفرق بين عينة البحث ومجتمع البحث، وإيه هي طرق اختيار العينات، كيف يستطيع البحث أن يختار العينة، وإيه هي أنواع العينات اللي ممكن يختارها، وفي الآخر هنحط برضو بتمرين عملي كده بسيط على كيفية اختيار العينة. زي ما اتكلمنا قلنا اختيار العينة بيشكل اختيار عينة البحث أحد الخطوات الأساسية في مراحل البحث العلمي، لأنه من الصعب جدا بل أحيانا قد يكون من المستحيل دراسة المجتمع بكامله. سبق وقلنا إن من الصعب جدا دراسة المجتمع بكامله في الشريحة السابقة، ده هيدفعنا دلوقتي نتكلم عن إيه هو الفرق بين مجتمع البحث وعينة البحث. كلمة مجتمع البحث يا جماعة عبارة عن مجموعة الأشياء أو الأحداث التي تكون موضع اهتمامنا في وقت ما. يعني إيه؟ أنا الباحث دلوقتي بيعمل موضوع على مجتمع معين، قد يكون هذا المجتمع مجموعة من الشركات، مجموعة من الأفراد، مجموعة هيعمل بحث في جودة التعليم العالي، يبقى هيعمل على المجموعة الجامعات، فده اسمه مجتمع البحث اللي هينفذ فيه البحث بتاعه. هذا المجتمع بينقسم إلى نوعين، يا إما يبقى مجتمع محدود أو مجتمع غير محدود. إيه الفرق بين المجتمع المحدود وغير المحدود؟ المجتمع المحدود اللي هو أقدر أحصر جميع مفرداته، يعني لو قلت طبيب مثلا بيعمل بحث في على دواء معين، فهذا الدواء بيستخدم مثلا على في المستشفيات، مثلا عايز يعمل بحث بتاعه على عدد من المستشفيات، هل المستشفى دي أقدر أحصر المستشفيات اللي موجودة ولا ما أحصرهاش؟ أقدر أحصرها، وبالتالي بدأ اسم مجتمع محدود. لو أنا بعمل بحث معين في جانب اقتصادي معين على مجموعة من الشركات، أقدر أحدد الشركات اللي أنا عايزاها ولا ما أحددهاش؟ هقدر أحدد الشركات، وبالتالي يبقى اسمه مجتمع محدود. لكن لو في باحث مثلا في كلية الزراعة بيعمل بحث على نوع معين مثلا من الطيور، وبالتالي هيبقى مجتمع البحث بتاعه هو بيعمله على الطيور، هل يقدر يحصل جميع الطيور اللي موجودة في الجو؟ استحالة، وبالتالي يبقى ده اسمه مجتمع غير محدود. مثلا واحد بيعمل بحث على نوع معين من الأسماك، طيب هيعمل على البحث على الأسماك، يبقى المجتمع بتاعه هو مجتمع الأسماك، هل أقدر أحدد مفردات الأسماك اللي موجودة في البحار؟ استحالة، يبقى اسمه مجتمع غير محدود. وبالتالي احنا بنتكلم لما بنقول مجتمع البحث اللي هو المجتمع المراد بيه الشيء او الاشياء او الاحداث اللي هتكون محل اللي الباحث هيعمل البحث بتاعه عليها. هذه الاشياء قد تكون محدودة اقدر احصر جميع مفرداتها، وبالتالي هسميه مجتمع محدود، او لا استطيع ان احصر جميع مفرداتها، وبالتالي هسميها مجتمع غير محدود. طيب ايه هي بقى عينة البحث؟ عينة البحث هي جزء بيختار من هذا المجتمع، هذا الجزء انا بختاره بحسب مواصفات معينة بحيث يمثل المجتمع افضل تمثيل ممكن. ايه معنى يمثل المجتمع افضل تمثيل ممكن؟ ان هو يعكس لي جميع الخصائص الموجودة في المجتمع بشكل غير متحيز، يعني لما بطبق البحث بتاعي على هذه العينة اكني بالظبط طبقته على المجتمع بالكامل. ده معنى انه يكون بغير ايه بشكل غير متحيز. طبعا لو انا كنت هرجع تاني لمجتمع البحث، لو انا المجتمع بتاعي محدود، تفتكروا يكون الافضل ان انا اطبق البحث بتاعي استخدم نظام العينات ولا ما استخدمش نظام العينات؟
طبعا لو كان المجتمع محدود يفضل ان انا اطبق على المجتمع بالكامل، لان انا اقدر احصر جميع ايه مفرداته وما استخدمش نظام العينات. ولكن مع ذلك احيانا بيبقى من الصعب ان انا اطبق برضو على المجتمع بالكامل، حتى لو انا اقدر احصر جميع مفرداته، لان استحالة. يعني زي ما بقول لكم، مثلا لو هعمل بحث مثلا واشوف جودة التعليم العالي في مصر، عشان اشوف جودة التعليم العالي في مصر، وانا بقول جودة التعليم العالي، يعني يبقى اطبق البحث بتاعي على الجامعات. هل من السهل ان الباحث يطبق البحث بتاعه على جميع الجامعات اللي موجودة في مصر؟ لا يمكن. لا، ولكن بيختار جامعة او اتنين هيطبق عليهم ويقدر يوصل للنتائج اللي هو عايزها برضه، يبقى هيستخدم برضه نظام ايه؟ العينات. يبقى اذا لو كان المجتمع محدود هستخدم نظام العينات، ولو كان المجتمع غير محدود وضع طبيعي انه لازم يستخدم نظام ايه؟ العينات. وبالتالي عشان كده احنا بنقول ان عينة البحث من الحاجات الهامة جدا جدا في البحث العلمي، وللمفروض الباحث يتفهم جيدا كيف يستطيع اختيار العينة وايه هي انواع العينات اللي هو ممكن يستخدمها نظرا لأهميتها في البحث العلمي، وده اللي هنشوفه في الشرائح اللي جاية. طرق تحديد العينات. بالنسبة للعينات، في عندنا لازم تفهموا في مصطلحين في غاية الأهمية. في عندي حاجة اسمها عينات احتمالية، وفي حاجة اسمها عينات غير احتمالية. معنى عينات احتمالية يعني في فرص أو احتمالات متساوية لجميع مفردات العينة، بمعنى عدم وجود أي تحيز من أي نوع عند اختيار أي مفردة من مفردات إيه؟ العينة. يعني احتمالات متساوية، زي مثلا ما بنقول زهرة النرد كده. ظاهرة النرد اللي هي فيها لسه ست جوانب، ست جوانب، لو أنا رميت ظاهرة النرد دي كده هيطلع لي احتمال يطلع لي الرقم واحد، أو احتمال يطلع لي على الوجه اللي هو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة. طيب احتمال يطلع لي رقم واحد ده بيساوي واحد على ستة، يعني الاحتمال سدس. احتمال يطلع لي رقم اتنين برضه سدس، احتمال يطلع لي تلاتة سدس برضه. يبقى اذا احتمال يطلع لي رقم واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة، كل الاحتمالات ايه؟ متساوية. يبقى دي بسميها عينات احتمالية. العينات غير الاحتمالية بقى دي بنعرفها بانها بتبنى على الاختيار المدروس او المتعمد، فيتتأسس على وجود هدف يتم في ضوءه تحديد مفردات ايه؟ العينة. يبقى العينات غير الاحتمالية، لا ده فيها انا هدف قدامي وانا بختار على اساسه ايه هذه العينه. يعني ايه؟ مثلا انا عندي مجتمع بحث عباره عن مجموعه او قائمه باسماء شركات مثلا معينه، يعني باحث عايز يعمل البحث بتاعه على شركات مثلا تعمل في مجال التصدير والاستيراد، وبالتالي وجد ان هو لو اختار مجموعه من الشركات اللي هي تكون مثلا رأس مالها اقل مثلا من مليون جنيه، مش هتديله النتائج اللي هو ايه عايزها. وبالتالي يقول لك انا هختار مجموعه من الشركات بس اللي رأس مالها يكون اكتر مثلا من مليون جنيه. يبقى هنا في تعمد او في هدف معين هيختار في ضوء مجموعه هذه الشركات اللي هي رأس مالها يكون ايه اكتر من مليون جنيه. يبقى هنا طالما في تعمد في ضوء هدف طبعا محدد، يبقى دي هسميها عينات غير احتماليه. طيب احنا قلنا في عندنا عينات احتمالية وعينات غير ايه احتمالية. بالنسبة للعينات الاحتمالية ليها انواع، والعينات غير الاحتمالية ليها انواع. احنا هنا بنركز في البحث العلمي بتاعنا على انواع العينات الاحتمالية لان هي الاكثر احتمالا. طيب لو جينا نتكلم عن انواع العينات الاحتمالية، بنجد في عندنا اربع انواع من العينات الاحتمالية. اول عينة بنسميها العينة العشوائية البسيطة. العينة العشوائية البسيطة، ودي بتعتبر من أبسط أنواع العينات الاحتمالية، لأن دي كلكم هتكونوا عارفينها، اللي هي بنعملها في مسابقات التلفزيون اللي انتوا بتتفرجوا عليها، اللي هي المذيعة مثلا ما بتحب تختار عينة من الناس اللي موجودين المشاهدين اللي قدامها، بتبقى قدامها جاك كده، والجاك ده فيه مجموعة من الأرقام، وبتختار بطريقة عشوائية بسيطة رقم 2 3 على حسب اللي هي عايزاه. فدي اسمها عينة عشوائية بسيطة. دي طبعا بتكون مناسبة جدا إذا كان المجتمع متجانس في مفرداته، يعني مثلا أنا عايز أخد عينة من السيدات، لو كان المجتمع فيه سيدات أو رجال لا، طب ما أنا ممكن لما أجي أسحب عينة عشوائية بسيطة فهذه الطريقة يطلعوا كلهم سيدات بس أو يطلعوا كلهم رجال بس، لكن أنا عايزة سيدات فقط، يبقى لازم المجتمع يكون إيه؟ من السيدات فقط عشان أستخدم العينة العشوائية البسيطة، يكون المجتمع متجانس في مفرداته.
العينة الثانية في الأنواع العينات الاحتمالية اللي هي العينة الترتيبية أو بنسميها برضو المنتظمة، دي بتخضع في اختيار العينة، هنا بنخضع لقواعد أو ترتيب معينة، يعني برضو هي عشوائية، ولكن عملية اختيار المفردات بتخضع لقواعد أو ترتيب معين. إيه هي القواعد دي؟ ببدأ آخد المفردات اللي موجودة عندي اللي هي مفردات المجتمع كله، وأبدأ أرتبها الأول ترتيب تصاعدي، يعني مثلا لو عندي 50 مفردة، 1 2 3 4 لغاية 50، وممكن ما تكونش المفردات واخدة الأرقام متسلسلة ورا بعضها، 1 2 3، لا ممكن 5 10 17 23 5، المهم أرتبها ترتيب إيه؟ تصاعدي. بعد كده أبدأ أحط هذه المفردات وهي مرتبة ترتيب تصاعدي داخل صفوف وأعمدة. طيب لو أنا عندي ال50 مفردة دول، ممكن أحطهم داخل عمود واحد، والعمود الواحد ده هيبقى عبارة عن 50، داخل العمود ده 50 ايه صف، ممكن احطهم داخل عمودين، ولكل عمود هيبقى فيه 25. طيب احطهم انا داخل صف على كام عمود وكام صف؟ هنا بيحكمني بقى معيار واحد اللي هو بيقول لي ايه، احط ارتب ترتيب تصاعدي داخل صف او اعمدة، بحيث يكون عدد الاعمدة بيساوي حجم العينة اللي انا عايزة اختارها. لو عايز اختار حجم عينة مثلا من 5، يبقى اعمل الصفوف، اعمل المفردات دي ارتبها داخل 5 اعمده، 5 ايه اعمده. طيب يبقى دي، يبقى الخطوه الاولى ارتب ترتيب تصاعدي. الخطوه الثانيه احط كل المفردات دي داخل صفوف واعمده، بحيث يكون عدد الاعمده بيساوي حجم العينه. طيب عدد المفردات بقى داخل كل عمود يبقى قد ايه؟ اقسم حجم المجتمع على حجم العينه، يعني أنا عندي حجم المجتمع كان 50 مفردة، وعندي قلت حجم العينة 5، يبقى إذا هحطهم في 5 أعمدة. طيب يبقى كل عمود من دول هيبقى فيه كام صف؟ 50 على 5 هيبقى فيه 10 إيه؟ صفوف. طيب دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بقى أبدأ آخد، أنا عندي دلوقتي 5 أعمدة، آخد العمود الأولاني أسحب منه مفردة بطريقة عشوائية، عشوائية بسيطة اللي هي الطريقة الأولى، أسحب أي مفردة. طيب نفترض ان انا سحبت طلعت المفردة الاولى، طلعت المفردة الاولى يبقى خلاص دي المفردة الاولى اللي طلعت عندي، انا عايزة 5 مفردات اللي هم حجم العينة، همشي بترتيب ترتيبية، يبقى اذا هاخد المفردة الاولى في العمود الاول، والمفردة الاولى في العمود الثاني، والمفردة الاولى في العمود الثالث، والاولى في العمود الرابع، والاولى في العمود ايه الخامس. يبقى كده انا خدت بترتيب معين اللي هو ال5 مفردات. نفترض وانا بسحب المفرده الاولى من العمود الاول عشوائيا طلعت المفرده الاخيره، يبقى باخد الاخيره في العمود الاول، والاخيره في العمود الثاني، والاخيره في العمود الثالث، والاخيره في الرابع، والاخيره ايه في الخامس. طلعت اللي في النص يبقى اخد برضو، وهكذا بالنسبه ايه لاختيار ال5 مفردات بتوعي. وتبقى ال5 مفردات دول هم العينه الترتيبيه بتاعتي اللي انا اخترتها. طيب العينة الثالثة، احنا قلنا العينة العشوائية البسيطة، وبعدين العينة الترتيبية أو المنتظمة، جيم العينة الطبقية. العينة الطبقية دي أنا بستخدمها إمتى؟ إذا كان المجتمع غير متجانس، زي لسه بقول لكم المجتمع غير متجانس، أنا عندي عبارة عن مثلا في سيدات وفي رجال وفي أطفال مثلا، وأنا عايز أخد عينة تمثل فيها السيدات والرجال وإيه والأطفال، يبقى في الحالة دي إن أنا الأصلح قبل ما أبدأ أسحب العينة أقسم المجتمع ده إلى طبقات، طبقة السيدات وطبقة الرجال وطبقة إيه؟ الأطفال، وبعد كده أبدأ آخد عينة من الطبقة بتاعة السيدات، وعينة من طبقة الرجال، وعينة من طبقة إيه؟ الأفراد، هتبقى كل عينة من دول اسمها عينة جزئية، وأبدأ آخد العينة الجزئية دي زائد العينة الجزئية دي زائد العينة الجزئية دي، تبقى هي دي العينة الطبقية بتاعتي. فكده هتبقى ممثله لكل الايه مفردات اللي موجوده في المجتمع ده، اذا كان المجتمع ايه غير متجانس. وبالتالي لو حبينا نقرا كده، يتم استخدام هذه العينه اذا كان المجتمع غير متجانس في مفرداته، حيث يتم تقسيم المجتمع الى طبقات تحتوي كل طبقه على مجموعه من المفردات المتجانسه، ثم يتم اختيار عينه عشوائيه بسيطه او منتظمه. خدوا بالكم احنا قلنا ايه، هختار عينه من كل طبقه، ممكن وانا بختار العينه من كل طبقه دي هختارها عينه عشوائيه ايه بسيطه، او اخدها بالطريقه الترتيبيه، يعني انا لو قسمت 3 طبقات خدت من الطبقه الاولى عينه، طلعت المفرده مثلا الثالثه، يبقى ماجي في الطبقه الثانيه هاخد المفرده الثالثه برضه، وماجي في الطبقه الثالثه اخد المفرده الثالثه، يبقى انا كده خدت عينه طبقيه، ولكن باستخدام الطريقه ايه الترتيبيه
اللي هي العينه الترتيبيه، او اخد مفرده من الطبقه الاولى باي طريقه عشوائيه بسيطه، واخد مفرده برضو بطريقه عشوائيه بسيطه اللي هي الاولانيه تطلع للاولى الثانيه الثالثه زي ما تطلع، وبعدين الطبقه الثالثه، واخد مجموع ايه المفردات دي، يبقى العينه الطبقيه بتاعتي. وتكون العينه الطبقيه هي مجموع العينات الجزئيه التي تم اختيارها من كل طبقه على حده. طيب اخر نوع بقى من العينات الاحتماليه اللي هي العينه العنقوديه او بنسميها متعدده المراحل، دي بيتم استخدامها اذا كان حجم المجتمع كبير، فبنضطر الى اختيار عينه عن طريق سلسله من ايه المراحل، حتى حيث يتم تقسيم مجتمع البحث الى مجموعات، ثم يتبع ذلك اختيار بعض المجموعات عشوائيا لاغراض بناء عينه البحث. ازاي مثلا؟ يعني هرجع لكم تاني لمثال، عايز اعمل بحث في جوده التعليم العالي، فعايز اخد مجموعه من الطلاب من طلبة كلية التجارة معايا، من طلبة كلية التجارة على مستوى الجامعات كلها، فهاجي من فوق أبدأ أحط الجامعات، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، جامعة كذا، جامعة كذا. بعد كده كل جامعة هقسمها إلى كليات، كلية التجارة كلية كلية كذا وكلية كذا. بعد كده هاخد كلية التجارة من هنا وكلية التجارة من هنا وكلية التجارة من هنا. بعد كده أنا عايز آخد عينة من طلبة مثلا الفرقة الرابعة، يبقى هبدأ كل كلية أقسمها سنة أولى سنة تانية سنة تالتة سنة رابعة، لغاية ما أوصل في الآخر سنة رابعة مثلا عايز آخد من طلبة التعليم المفتوح، يبقى أرجع أبوب تاني أقسم، بعد ما آخد طلبة كلية التجارة أبوبها لبرامج، برنامج كذا وبرنامج كذا وبرنامج التعليم المفتوح، وبعد كده آخر مرحلة آخد بقى من طلبة التعليم إيه المفتوح. يبقى كده قسمنا الأول المجتمع بتاعنا كاتيجوري كده من خلال عدة إيه مراحل، مرحلة الجامعات وبعدين مرحلة الكليات، وبعدين من خلال الكليات قسمت البرامج برنامج كذا وكذا، وبعدين من آخر البرامج خدت العينة اللي أنا عايزاها من الطلبة اللي أنا عايزاهم من التعليم المفتوح مثلا يعني. فدي يبقى في الآخر دي اسمها عينة إيه عنقودية. وهنشوف طبعا الكلام ده هيبان كويس أوي لما ناخد تمرين عملي دلوقتي على أنواع هذه العينات. ودلوقتي بقى هناخد تمرين مع بعض هنطبق فيه العينات الاحتمالية اللي هي العينة العشوائية البسيطة، كيفية اختيار عينة عشوائية بسيطة، والعينة الترتيبية، والعينة الطبقية، والعينة العنقودية عمليا من خلال هذا التمرين. هنا بيقول لكم ايه، في ميال البيانات المستخرجة من مجتمع معين، يبقى ده المجتمع بتاع المفردات اللي مديها لك دي، هي دي المجتمع. طيب المطلوب اختيار عينة من 4 مفردات، يبقى ده حجم العينة 4 مفردات باستخدام جميع طرق المعاينة الاحتمالية. لما يقول لي جميع طرق المعاينة الاحتمالية حتى لو هو ما قالهمليش، يبقى أنا فاهمة إن هم طريقة العينة العشوائية البسيطة والعينة الترتيبية والعينة الطبقية والعينة إيه العنقودية. أول حاجة العينة العشوائية البسيطة، أفكركوا تاني، إحنا قلنا العينة العشوائية البسيطة زي مسابقات التلفزيون بالظبط، اللي احنا قلنا بنختار المجتمع عندي كل المفردات موجودة، هبدأ اختار منهم حجم العينة اللي انا عايزاه. احنا هنا اتفقنا قلنا عايزين حجم عينة من 4 مفردات. طيب يبقى انا عندي المفردات كلها هختار منهم اي 4 مفردات. انا هنا اخترت لكم مثلا طلع رقم 9 15 27 5، مش شرط انتوا كل واحد هيختار 4 مفردات بشكل معين، يعني كل واحد هتبقى مفردات وغير ايه التاني. واحد انا اخترتهم كده، واحد هيختار 7 و15 وخمسة وتسعتاشر مثلا، واحد تاني 10 13 30 5، كل واحد هيختار 4 مفردات بطريقة عشوائية جدا مفيش فيها أي حاجة. العينة الترتيبية اللي هي العينة التانية، اتفقنا إن دي ليها خطوات منظمة، لابد إن أنا أستخدم هذه الخطوات عشان أطلع العينة الترتيبية بتاعتي صح. طيب أولى هذه الخطوات اتفقنا ترتيب القيم تصاعديا، تصاعديا يعني الأصغر فالأكبر، اللي هي مفردات المجتمع اللي موجودة عندي. طيب لو بصينا في مفردات المجتمع اللي أنا مديها لك في التمرين، بعد ما نرتبها تصاعديا هتبقى عبارة عن 3 و5 و5، وخدوا بالكم الرقم اللي بيتكرر برضه هكتبه ما يلغوهوش، يبقى 3 و5 5 6 7 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 20 25 27 30 40، دول تقريبا 20 مفرده. اوكي الخطوه الثانيه، ال 20 مفرده دول بقى هحطهم داخل صفوف ايه واعمده. طب احطهم في كام عمود؟ دي اول حاجه لازم احدد احطهم في كام عمود. قلنا لابد ان يكون عدد الاعمده بيساوي حجم العينه،
أنا عندي حجم العينة 4، يبقى إذا هحط المفردات دي وهي مرتبة تصاعديا داخل 4 عواميد، أهم عمود 1 2 3 4، أحطهم بنفس الترتيب التصاعدي، يبقى أهو زي ما شفت 3 5 5 5 وهكذا في كل عمود. طيب إحنا حددنا في كل عمود كم مفردة إزاي؟ اتفقنا عشان أحدد عدد المفردات في كل عمود بقسم حجم المجتمع اللي هو 20 على حجم العينة اللي هو 4، يبقى إذا كل عمود لابد هيبقى فيه 5 إيه؟ مفردات، يبقى أحط الخمس مفردات الأولى في العمود الأولاني، وبعد كده أنتقل على العمود الثاني، العمود الثاني أحط يبقى بعد أهي 7، انتقلت للعمود الثاني بدأ ب7، وبعد كده أنتقل للعمود الثالث وبعدين العمود إيه؟ الرابع. يبقى كده أنا خلصت إيه؟ رتبت الترتيبة بتاعتي اللي أنا عايزاها في العينة الترتيبية. عايزة بقى أختار إيه؟ العينة بتاعتي الترتيبية. عشان أختار العينة الترتيبية هروح للعمود الأولاني، هختار أي مفردة منه بطريقة عشوائية بسيطة. لو أنا اخترت بطريقة عشوائية بسيطة هتطلع لي يا 3 يا 5 يا 5 يا 6 يا 7، فرضا أنا وأنا بختار طريقة عشوائية بسيطة لقيت لي رقم 7 اللي هي آخر إيه مفردة. طيب أنا ممكن أختار من كل عمود بطريقة عشوائية، يعني أنا اخترت طلعت ال7، طب أنا بقول أنا ماشية بطريقة ترتيبية، يبقى إذا ال7 دي هيقابلها رقم كام؟ 12 في العمود الثاني و19 في العمود الثالث و40 في العمود إيه؟ الرابع. يبقى إذا العينة الترتيبية بتاعتي هي عبارة عن 7 و12 و19 و40. نفترض أنت وأنت بتختار عينة عشوائية بسيطة طلعت 5 اللي هي ثالث أو 6، 6 ماشي، يبقى العينة الترتيبية 6 10 17 30. نفترض طلعت أول مفردة يبقى 3 7 13 20، كل واحد حر، كل واحد هيختار العينة الترتيبية حسب اختياره للمفردة إيه؟ الأولى. أوكي؟ العينة الثالثة اللي هي العينة الطبقية، واتفقنا إن إحنا بنقسم المجتمع بتاعنا إلى طبقات. أنا هنا طبعا للتبسيط هفترض، هحط فرضية كده وهقول أنا هفترض إن كل عمود من الأعمدة اللي إحنا عملناها الـ4 بيمثل طبقة، يبقى أنا عندي هنا كام طبقة؟ 4 طبقات ماشي. هبدأ أختار بقى من كل، أنا عايزة حجم العينة بتاعي يكون كام؟ 4، يبقى هحتاج آخد من كل طبقة عينة، هحتاج آخد من كل طبقة إيه؟ عينة. أوكي؟ طيب لما آخد من كل طبقة عينة اللي هي تسمى العينة الجزئية، طيب أنا عايزة عند العينة النهائية اللي هي الطبقية 4، يبقى إذا أنا عايزة العينة الجزئية اللي هي من كل عمود تبقى عبارة عن إيه؟ مفردة واحدة. فخلاص أنا هختار مفردة واحدة من كل عمود، هفترض إن أنا اللي اخترت المفردة طلعت المفردة رقم 5، طلعت المفردة رقم 5 اللي هي ثالث مفردة في العمود الأولاني، اللي هي ثالث مفردة في العمود إيه؟ الأولاني. أنا هختار مفردة برضو من العمود الثاني، بس همشي بطريقة ترتيبية، يعني هختار هنا المفردة بطريقة ترتيبية وليست عشوائية بسيطة، لا عشوائية ترتيبية. يبقى هتبقى المفردة الثانية اللي هي رقم كام؟ 9 في العمود الثاني، وبعد كده العمود الثالث هتبقى 15، وبعد كده العمود الرابع تبقى كام؟ 27. يبقى دي بالنسبة لي العينة الطبقية وبطريقة ترتيبية. فاهمين؟ يبقى كده اخترت العينة الطبقية على أساس ترتيبي. طب افرض إن أنا اختار العينة الطبقية بس على أساس عشوائي اللي هي بالعشوائية البسيطة، طلعت لي اخترت أول مفردة من العمود الأولاني مثلا طلعت رقم 3، خلاص هختار برضو المفردة الثانية اللي هي الجزئية من العمود الثاني بطريقة عشوائية بسيطة، هتطلع لي أي حاجة، طلعت لي مثلا 8. اخترت من العمود الثالث عينة عشوائية بسيطة مفردة طلعت مثلا 15. اخترت من العمود الرابع عينة بطريقة عشوائية بسيطة طلعت 20، يبقى العينة الطبقية بتاعتها هتبقى 3 8 15 20. 3 8 ايه؟ فانت حسب ما انت هتوضح لي وتقولي، هتقولي انا هختار عينة طبقية على اساس ترتيبي، يبقى اول واحدة ما تطلع لك تمشي بيها ترتيبي. هختار عينة طبقية على اساس عشوائي، يبقى تاخد من كل واحدة زي ما تطلع لك وتجمع لي في الاخر دي زائد دي زائد دي، يبقى تقول العينة الطبقية بتاعتي. فهمنا يا جماعة؟ طيب آخر نوع بقى من العينات اللي هي العينة العنقودية. العينة العنقودية برضو اللي احنا قلنا بنقسم المجتمع بتاعنا إلى طبقات وإلى طبقات وتسلسل كده كتير. طبعا في التمرين هنا مش هنقدر، ولكن هحط برضو فرضية وأقول لك افترض إن الأعمدة اللي عندك دي
هي المجموعات، اخر مجموعات انت بتختار منها العينه ايه؟ العنقوديه. هنا بقى في حاجه مهمه جدا بتفرق العينه الطبقيه عن العينه العنقوديه. العينه الطبقيه انت كنت بتقسم لمجموعات، مش لطبقات معايا، وكل طبقه بتختار منها عينه جزئيه. عينه جزئيه اللي هي المفرده اللي بتاخدها منها. لكن في العينه العنقوديه دي بقى انت عندك الاعمده دي عباره عن مجموعات، وكل مجموعه لازم تتاخد متكامله على بعضها. ما ينفعش اخد من داخل كل مجموعه مفردات، لا بعتبر المجموعه كلها لازم تتاخد كده على بعضها، بنسميها عنقود حتى، عشان كده اسمها عنقوديه. فكل مجموعه لازم اخدها على بعضها، وده اللي بيفرق العنقوديه عن الطبقيه. طيب هاجي في العنقوديه هنا، انا عايزه العينه بتاعتي تكون اربع ايه مفردات. طيب هبص في العواميد اللي عندي، انا عندي كل عمود فيه كم مفرده؟ خمس مفردات، وبالتالي انا محتاجه اخد عمود واحد اللي هو هيمثل العينه العنقوديه، لان العمود الواحد ده فيه مفردات قد ايه؟ خمسه، يعني اكتر كمان اهو من حجم العينه اللي عايزاها، وانا لازم اخد المجموع العمود بالكامل. اختار اي عمود، انت عندك اربع اعمده، اختار العمود الاولاني، الثاني، الثالث، الرابع. انا اخترت مثلا العمود الثالث، انا اخترت العمود ايه؟ الثالث، وبالتالي يبقى العينه العنقوديه بتاعتي اللي هي بتمثل بالعمود الثالث اللي هي عباره عن 13 و14 و15 و17 و19. ممكن تسيبها لي كده خلاص، وممكن لو عايز يعني تزود كده تضيف حاجه بسيطه، انا هنا عندي في العينه العنقوديه العمود ده خمس مفردات، تشيل منه اي مفرده، اي مفرده بطريقه عشوائيه بسيطه، ولتكن مثلا طلعت لك مثلا رقم 17، خلاص يبقى 17 دي هشيلها، ويفضل عندي 13 و14 و15 و19، تبقى دي العينه ايه؟ العنقوديه. او لو سبتها لي المجموعه كلها على بعضها برده مفيش مشكله، مفيش مشكله. فهمنا يا جماعه؟ يبقى كده دلوقتي بالنسبه لموضوع العينات، بالنسبه لموضوع العينات كان مهم جدا ان احنا نعرف يعني ايه اهميه اختيارنا للعينات، ايه الفرق بين مجتمع البحث وعينه البحث، ليه ايه هي انواع العينات او طرق تحديد العينات اللي هي في عندي حاجه اسمها عينات احتماليه وعينات غير احتماليه، افهم بس مفهوم العينات الاحتماليه ايه، وايه هو مفهوم العينات غير الاحتماليه. في عندي دي ليها انواع ودي ليها انواع، لكن احنا مركزين معاك دلوقتي، انا ركزت معاك في الشرح ده على انواع العينات الاحتماليه فقط، ما اتكلمناش وما جبتلكش سيره انواع العينات غير الاحتماليه، بس على الاقل تفهم مفهومها، ايه مفهوم العينات الغير احتماليه وانواعها، مش مشكله. انواع العينات بقى الاحتماليه نفهم كل نوع من هذه الانواع واستخداماته، اذا كان المجتمع متجانس او غير متجانس او كده، وفي الوقت نفسه نفهم كويس قوي التمرين العملي اللي موجود عندك وكيفية تحديد الأربع أنواع عينات من خلال هذا التمرين، وده العملي اللي بيخص هذه الجزئية. شكرا لكم يا جماعة.